العاري ترينا مشوار العصاري رعشة الورد البرهاري دالبريد عاوز إداري والقلوب فقد المحن وين وين بلوم حرمني شال الابتسامة يا المسافرين بالسلامة بلغوا الحال لأهلي أبكي يا دموع السواقي حظنا العصر حرم أتمنى إنه نكون بقينا على قدرها و شكرا لك يا سيدي. شكرا جزيلا لهذا الأداء الرائع والجميل. أستاذ الأمين حسب الله يعني استطعت أن تستخدم بعض الإيقاعات زي إيقاع السيرة وإيقاع التمتم وأدخلت هذه الإيقاعات في أغنية البلين. أحكي لنا عن هذه التجربة وهل مثلا وجدت هذه التجربة القبول؟ والله هي تجربة طبعا تجربة جديدة. نعم. لسه يعني ما بالضبط ما قادر يعني حتى أنا ممكن أقول لك لقيت قبول أو ما لقيت قبول. نعم. بس في بعض الحفلات أو في بعض المهرجانات غنيت يمكن أغنية السيرة. نعم. وحسيت أنه في قبول يعني في ناس كثيرة لأنه حاولت أطلع من الإطار بتاع السعيد وكده وحاول أجذب الناس اللي موجودة حوالين يعني في ما بالضرورة يكونوا البلين أو يعني حتى يعني غير البلين برضو إنه في إيقاعات أيوة في إيقاع يعني بيكون جامع وكده ويكون فيه لون تاني من لون يعني نفس اللي هناي ولكن أحاول ألونه أو يعني أجمله بحاجات تانية حوالينه وتجربة جديدة هي واتمنى انه تنال اعجاب الناس يعني اذا توفقت فيها ما توفقت لسه حكم الجمهور تجربة جديدة ويعني نتمنى انه يعني تنال يعني رضا الجميع وكمان نشرك يعني السادة المشاهدين يعني ونسمع واحد من النمط الجديد ده جدا نعم
طيب شكرا جزيلا استاذ الامين، يعني هذه يعني تجربه متفرده وجميله، ويعني نتمنى يعني الساده المشاهدين يكونوا استمتعوا يعني زي ما استمتعنا يعني نحن. طيب استاذ الامين، بالنسبه لاغنيه التجري، انت طبعا تغني التجري، طيب يا ريت يعني لو تحدثنا حول تجربتك في اغنيه التجري، اذا كان بالنسبه للشعراء، اذا كان بالنسبه للملحنين، وإذا كان بالنسبة لأعمال مثلا جديدة هي بصدد يعني للخروج قريبا. والله التجري زي ما ذكرت لك قبل، معظم التعامل أو في بداياتي كانت مع أستاذنا الشيخ أحمد عثمان. تقريبا أحمد يعني من الأعمال اللي أداني لها بس أنت أو شافت النور يمكن أغنية واحدة بريدة بليبيا، دي عمل أحمد الشيخ. الحاجات الثانية اللي عملتها كان قبل كده هي لأستاذنا عبد الله تيدروس. نعم. المقيم في ستوكهولم. نعم. حسي في 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 عمل جديد لود الشيخ، في عمل لأستاذنا إدريس كان موجود برضو، وإن شاء الله يشوف النور قريب يعني، وبنفس الأفكار الجديدة اللي هي بتاعت إنه داير أحاول أطلع من المحيط بتاعنا شوية برا. على حسب، المهم دي قناعتي انا، واحتمال في ناس يتفقوا معي وفي ناس يختلفوا في نفس اللينا يعني، لكن في ان شاء الله في اغاني قريب حتشوف النور باذن الله يعني في الالبوم الجديد. طيب يعني نرجع للاغاني العربيه، وانت تعاملت مع عدد من الشعراء وغنيت الكثير من الاغاني العربيه، تجربه الاستاذ الامين حسب الله مع الاغنيه العربيه الإريترية. تجربتي في الأغنية العربية الإريترية سؤال جميل جدا ده، وده أنا بصراحة أول اللغة طبعا هي يمكن لغة الأم هي البلين، لكن اللغة العال درست بها والثقافة المتشبع بها اللمين هي اللغة العربية، هي ده أول حاجة.
الحاجه الثانيه يعني دائما ما كنت احاول اخلق لون ما يشبه غيرنا في اللحن. و يعني في حاولت كثير جدا. فانا طبعا بحكم انه تربيتي في السودان والاستماع الكثير للغنى السوداني يمكن دائما بلقى نفسي برضو ميال للحته دي. فحاولت كثير فما بس ما توفقت كثير يمكن. لكن في السنين الاخيره حاولت اجتهد اكثر. يعني لقيت يمكن كذا قصيده وتوفقت في انه الحنهم. وبرضو الاخ احمد له الفضل يعني يرجع له لانه هو ذاته اللي يمكن خلاني او شجعني اكثر انه اقدر انتج العمل ده يعني. فتعاملت يمكن مع استاذنا احمد عمر الشيخ الشاعر احمد عمر الشيخ عندي له قصيده والشاعر الاستاذ محمد مدني برضو والاستاذ الشاعر محمد مسوكر وفي قصيده برضو لاستاذنا الشاعر محجوب اللي هو انت وحتشوف النور قريب ان شاء الله يعني لسه تحت العمل. يمكن دي من الحاجات اللي انا فعلا انا فرحت انه عملت الحاجات دي يعني في الفتره الاخيره بالذات يعني. ووصلت لقناعه انه يمكن ما صح يمكن ما برضو ما بقول لكم انه يشبه اللون بتاعنا هنا لكن على الاقل نقدر يعني اقدر اقول انا ممكن اقابل بها اي واحد يعني في المحيط حقي او في الاقليم يعني على حسب الحاجات الموجوده قدامي اقدر يعني اقدر ممكن اواجه بها اقدر اقول عندي عمل الليله. لكن قبل كده ما اقدر اقول لك عندي عمل. كان الحاجات اللي كنت عاملها يعني يمكن حاجات اجتهاد فردي ما يعني في قصائد يمكن انا ما قدرت اوصلها بالشكل الجيد يعني للشاعر الاستاذ المرحوم عبد الحكيم محمود الشيخ مثلا غنيت له القصيده لكن ما لقت الرواج او ما لقت الوجود التام المفروض تلقاه القصيده يعني. وان شاء الله حعيد صياغه اللحنه وتوزيع الموسيقى وكده يعني باذن الله ان شاء الله. طيب استاذ الامين يعني طبعا القوميات الاريتريه باعتبار عندنا 9 قوميات وهذا يعني يتيح التنوع من حيث الايقاع من حيث الالحان. مثلا هل نقدر نوظف هذه الايقاعات وهذه الالحان مثلا مع الاستفاده من النص العربي في انه نقدر نخلق مثلا اغنيه عربيه تشبه ايقاعاتنا والحاننا؟ جدا جدا. لانه انا بدل اجيب ايقاع من دوله ثانيه او من مجتمع ثاني انا عندي هنا ايقاعات كثيره جدا يعني. نحن ما عندنا اي مشكله في حكايه الايقاعات وفي حكايه يعني تراثنا غني جدا يعني. ف ما 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 في حد ما في حد يمنع يعني انه الناس تاخذ اي ايقاع من توظف الايقاعات دي بشكل جيد وتنظم وتطلع بس يعني. فما ما 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 في حاجه تمنع ابدا يعني. ممكن نسمع يعني جزء من عمل بالعربي حتى ان شاء الله نذكر يتجفف نبع الكتاب